الحادثة جاءت يعني وأتت بهذه ردود الأفعال التي شهدناها منذ يومين الآن، وعلى حسب المشاهدين يمكن أنها ستتواصل في هذه يعني نهاية الأسبوع السبت والأحد. نعم. جاءت لماذا؟ لأن الشاب نهيل رحمه الله كما قلت، الناس كلها يعني الشباب رأوا أنفسهم في شخصه، لأنه ليس من الشباب يعني المنحرفين، ولم يقتل لأنه كان في ارتكاب جنحة سرقة أو اعتداء على ممتلكات أي أحد. كان فقط في السيارة، لم ككثير الشباب لم يريد التوقف عندما أمره الشرطي أن يتوقف. وحتى وكيل الجمهورية أمس في الندوة الصحفية قال بالحرف الواحد أنه لم تكن تتوفر الأسباب الشرعية لإطلاق النار. فإذا كان وكيل الجمهورية يعني قال هذا الكلام، فكذلك الشباب والفرنسيون كثيرون الذين تجاوبوا معه. والنقطة الثانية كذلك هي هذا الغضب، تراكمات الغضب والتذمر وما يسمى بالبونليو هنا، يعني الضاحيات أو الضواحي، هذه من زمان خاصة في العشر سنوات الأخيرة هذه التي تصاعد فيها اليمين المتطرف في انتخابات، يعني انتصار بعد انتصار، صارت له الآن أصوات، عنده 70 ممثل في البرلمان، وأصبحت يعني مساحة الإعلام التي تتاح له كبيرة، ولا يزال بل زاد وتفاقم يعني خطابه الكراهي الحاقد على المغتربين أو ذوي الأصول الأجنبية تفاقم، ولهذا جاءت هذه كما يقال يعني طفح السيل والنقطة التي أفاضت الكوب.